صراحة عمي ماني قادر أقول لك شيء إلا مشكور مشكور وايد و... أنت لا تقول شيء يبا، أنت لا تحكي خليك ساكت. أنت كفو كافي إنك حميت بنتي ودافعت عنها وما خلت أي واحد أقل أدبه أو تطاول عليها. أنت ريال ما في مثلك. ما أدري أنا سويت شيء زعلتك بشيء لأنك وايد متغير. لا أبد، أنت أخت عزيزة وغالية وما في بيننا إلا كل احترام. متفقين؟ شنو متفقين أستاذ غصون؟ شو هالحكي؟ أنا مسوي حادث وأستاذ خالد عنده واحد يعني يصلح سيارتي. شنو متفقين؟ ها؟ يا ذا الحلم عبد الله؟ عبد الله؟ أقول له خالد ترى أنا مسوية ذاك الهريس اللي ينن وبعد شوي بحط عليه دهن والدارسين الطيب. إيش رأيك أقول أنت يعني تتفضل عندي وتذوق الهريس؟ والله وايد وايد الرسمة حلوة ومؤثرة بعد. هيا فيصل خلي حسين عندك أزيدك وخلاص. فتش عني زي الفتش وخر يا لا طولي بات طولي بات يما حبيبتي لحظة إذا خليت 300 دينار 300 خلاص والله 350 يما من يداري وما ذيله وكني زين إذا خلي 400 وتذكرة. لو سمحتي أنا ما أسمح لك، احترمي نفسك. أوب ما تسمحي لي وانتي أمس دايرة مع واحد ريال غريب شايفتكم أنا وانتو تشربون عصير مع بعض. أستاذة هذا أنا. يعتبر الكبد أكبر عضو في البطن ولونه ما بين البني والأحمر ويزن ما يقارب 1.4. خالد ماشي؟ لا انت ما سمعتي ايش تبيني عقب الدوام؟ ما قاعد اشوف ايش تبي. يلا عيال مع السلامة. مع السلامة. يلا في امان الله. يلا مع السلامة. مع السلامة استاذ خالد. مع السلامة مع السلامة. تفضل. هلا استاذه شو اخبارك؟ الله يسلمك. اهلا خالد. امريني شو اقدر اساعدك فيه؟ ما تصدق من وياني امس وزارني بالمنام. منو؟ امي الله يرحمها وينور قبرها وصتني وصيه وقالت لي امانه عليك غصون تروحين لام خالد وتبلغينها سلامي الحار. إيه الله يرحمها الله يرحمها إن شاء الله. لا تحاتين لا تخافين راح أوصل لها السلام برسم الخدمة. أوكي ويه خالد إيش فيك عاد؟ من صدقك أنا ما عرفتك كذي بخيل. إيش دعوة أخو قول لي تعالي شربين استكانة شاي بالبيت إيش دعوة؟ أنا آسف ما أخذت بالي. ها ما يخالف بعدين البيت بيتك ما يحتاج إني أعزمك أصلاً. الوالدة بنفسها لو درت إنك بتجين البيت راح تستأنس وايد وأنا بعد راح استأنس وايد.
ضروري ضروري ترى هذه يعني امانه وصيه وصيه لازم الحين باقرب وقت اني طبعًا اوصلها طبعا 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 وصيه أم لازم امي اي خلاص انت شوفي حددي الوقت اللي يناسبك انا حاضر الوقت اللي يناسبني الحين الوقت اللي يناسبني وبعدين ترى انا ما راح اتغدى عندكم يعني كليات عجبين وطماط وتوست بس ما اكلفكم وصول انت تبي تزعليني واسمه تدري شلون لا تدري شلون قومي الحين روح البيت صدق هي يلا الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله قبل نروح علينا وكل ما تيجي بالحلم إيه؟ قولي لي انا إيه وصلت إيه السلامه تبينها موصيه هي موصيه حياة هلا بوصون تو نور البيت حياة هلا حياة تفضلي شكرا انا خليني اشوف الوالده ها وياك اي شكرا تفضلي في البيت بيتك ها تفضل اي والله هذه قصون حي الله بنيتي هلا خالتي هلا شلونك عساك طيبه بشريني عنك الله يسلمك ذكرتيني ان شاء الله ذكرتيني بس عاد شلون ما اذكرك اذكرك واذكر امك الله يرحمها الغاليه العزيزه علي حبيبتي شلونك بخيري عساك بخير ان شاء الله والله ذات خلقي انا من قال لي خالد وليدي ان امك الله يرحمها توفت والله خالتي انا ما جيت الا لما امي الله يرحمها جاتني بالحلم وقالت لي اسلم عليك بسم الله علي أخاف تبيني ألحقها؟ لا هي يعني ولهانة عليك الله يستر إنزين إذا جيتك مرة ثانية بالحلم سلمي عليها إن شاء الله إن شاء الله إلا قصون قولي لي الحين أنت وين في؟ قال لي خالد إنك ما تزوجتي للحين يما مو وقت الحكي هذا لا عادي خالد خالتي تمون علي والله خالتي شكلك يعني قاعده بريحاتي ما ياني نصيب الحمد لله الله يعينك يا بنيتي الله يعينك والله شو اقول لك يا خالتي انا ترى عايشه يعني باحسن حال ووايد احسن من ناس ثانيين يعني صدقين مثلا عندنا وحده بالدوام هي كانت متزوجه عندها 3 عيال ومتهنيه ومستانسه بس سوت شيء كذي مو زين يعني خلى سمعتها مو زينه بالوزاره والكل يتحج عنها وطلقها ريله واخذ عيالها منها عشان كذي قاعده اقول لك انا الحمد لله والشكر حالي وايد احسن من ناس وايد الله يسهل لك يا بنيتي الله يسلمك يما انا بروح احاكي ميري خلي الذهب الغدا وصوم بالتغدى عندنا اليوم حياها الله الغاليه بنت الغاليه اذا ما شال هالمكان نحطها على روسنا بنيتنا عساك سالمه ويسلم راسك ان شاء الله يا خالتي ما تقصرين خانت حيلي خالد من يوم ما توفت زوجته وهو عايف كل البنات يحبها يموت عليها الله يرحمه من هي كانت زوجته؟ وحورية من الحوريات الله يرحمها اللي انت تعرفينها من هي؟ هو سلمة يا رتنا شفيج سلمة؟ إيه سلمة بس هو ما كان يحبها من قال إلا كان يموت عليها وهم صغار يحبون بعض ولدي وعرفة زين إما تعرفين سلمة؟ أي سلمة؟ سلمة بدر اللي كانت تريجنا أول سلمة بدر إيه حليلها تهبل إيش فيها؟ حليلها ماتت إنا لله وإنا إليه راجعون
عاد تدري كنت اتمناها حق اخوك راشد الله يرحمهم هم الاثنين. سبحانك يا رب. وش فيها زود تبينها حق راشد؟ ما شاء الله البنت جميله وبيضه وشعرها شبه حرير، ليش ما تمناها؟ وفوق كل هذا كانت راقيه ومؤدبه ومهذبه. لا مو سالفه مؤدبه ومهذبه، حلوه وشعرها حرير هني السالفه. ها ايش فيك؟ مؤدبه. ايه مؤدبه وبيضه وجميله. تغارين يعني؟ روحي 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 لا تاكلي، خليك احسن لك. بالطقاق اللي طقك يا الشيفه. ما تبي تاكلين؟ ولي يلا. مو متعودة تقعد وايد. هي مسكينة. ما. الله يعينها. يما. ما نمت يا الله يهديك. قومي قومي تشتغلكم. ما عليك إلا واحد. قومي قومي. إيه. تفضلي خالتي. إيه الحزة هذه نايمة من زمان. يلا يلا يلا. سلمى زوجتي الله يرحمها. ايه ايه بس يعني انا اتذكر وانت صغير ما كنت مهتم فيها ولا كنت صوبها، شلون يعني حبيتوا بعض وتزوجتوا؟ سلمى تعودت ان الكل يحسسها بجمالها، وانا ما كنت اهتم للجمال الخارجي بصراحة، احب الجمال الداخلي، ومن هني تقدمت لها وتزوجتها. فعلا انت ما يهمك الجمال الخارجي. خصون انت قبل شوي تكلمتي عن واحده مطلقه وان رجلها طلقها علشان انه يبي ياخذ منها عيالها، ما فهمت السالفه هذه. بدريه اللي معنا بالدوام. زين ليش تكلمتي عنها وقلتي ان سمعتها وايد سيئه بالوزاره؟ بعد شو اقول لك؟ بدريه هذه متزوجه وعندها 3 عيال وزوجها يحبها. المصيبة أنها تعرفت على واحد اسمه شاهين وعرف زوجها، صارت مصيبة وصارت قضية وسحب الأولاد منها، والوزارة كلها تعرف بالسالفة هذه وسمعتها الحمد لله والشكر ماني قايلة. شفيك سرحت، وين رحت؟ مستغرب يعني بدري مبين عليها بنت ناس متربية. ما أدري بعدك توك جديد معنا بالدوام وما تعرف بدرية، لا تضحك عليك بس. سون ايش تضحك علي يا لطيف كذا؟ ايش هالحكي هذا عاد؟ صون الله يزيد النعمة، استغفر الله العظيم، قصدي الله يديم النعمة إن شاء الله. حرامك يا بنت الحلال، نعمة فضيلة، سنش عندك اكلي وتحمدي ربك. الحمد لله رب العالمين. ها راعي البيت وصل بعد؟ يا ميري تعال شوف
هذا راعي مطعم برا حاسبي ويجيب الباقي. يلا بعد طالب بيتزا؟ تبي تحرني يعني؟ تتعرف اني احب البيتزا. وش حق احرك؟ انت ما توالمش البيتزا، مي زينه لك السمك. انا ليش عندي سمك اكل سمك؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي حصل لي كل يوم سمك ما عييت. ما شاء الله لا اله الا الله. دور اللي يحرني وتسوي علامك يا بنت الحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا روان. يا هلا والله يا حلو. من هذا؟ هذا ولدي حسن. ولدك؟ ايه الله يخليه ان شاء الله. تفضل اشتروا لي تبونه. بدرية هذه متزوجة وعندها 3 عيال وزوجها يحبها. المصيبة أنها تعرفت على واحد اسمه شاهين وعارف زوجها. صارت مصيبة وصارت قضية وسحب الأولاد منها. والوزارة كلها تعرف بالسالفة هذه وسمعتها الحمد لله والشكر ماني قايلة. يما ليش ما تبدي تعيشين عندنا؟ حبيبي انا ما بقى شيء ما حاولت اسويه وسويته. بس ابوك ما يبيني اعيش معاكم بالبيت. زين ليش؟ خلاص عاد حبيبي انت الحين كبير دير بالك عن اخوانك صح؟ صح. يما البيت بدونك ما يسوى شيء، ترى كلنا ضايعين من غيرك. لا حبايب انتم ديروا بالكم على بعض. والله كريم.
ايش فيك؟ مو عارفه تشيلينا؟ لحظه لحظه لحظه. سلام، بس بغيت احط مشاري بغرفته. ماري حبيبي، أنا أشوفك الأسبوع الجاي، أوكي؟ صباح الخير. هلا صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله. انا شفتك من فتره ما قاعد تقرا روايات، قلت اكيد اللي عندك خلصوا. عاد رحت وشريت لك روايه جديده مترجمه بعد، ان شاء الله تعجبك. مشكوره. Thank you.
شريفة شنو هذا؟ وين الدايت؟ قسم بالله تعبت. أدري حبيبتي بس ما يصير، لازم تسمعين كلام الدكتور، هذه صحتك. روان خلصتي الشغل اللي أعطيتك إياه أمس؟ إيه استعمل وجود جاهز. تفضلي. أستاذ ابتسام، أنا أبي أستأذن، أحس روحي مو أوكي شوي. إي أوكي، تقدر تروح. مشكورة، مع السلامة. أقدر أكلمك شوي؟ إيش كل ما أحاول أكلمك أو أكتب لك تقرأين وما تردين، صاير شيء؟ ما أدري إيش أقول لك، بس أنا كل يوم قاعد أحس بخيانة أختي، أنا قاعد أخون أختي، مو قادرة. أختك شكو؟ ترى ابتسام أخت عزيزة وغالية. ولأنها أخت عزيزة وغالية بالنسبة لك، فاللي قاعد يصير غلط. فارس لما يابك لها عشان تكملها، عشان ابتسام تكمل نصها الثاني. لا تحكى، انا اللي بتحكى، انا اللي بتكلم الحين. كملي. ابتسام بسبب الفراق العاطفي اللي سببه فارس لها تعبت وايد، فلما انت جيت مليت الحياه حقها. زين وبعدين؟ فانت لازم تحب ابتسام مثل ما ابتسام تحبك. بس انا ما احبها. ليش؟ ابتسام شنو ناقصها؟ لا مو ناقصها شيء، بس أنا قلبي فز حق واحدة ثانية. لا فهد، أنت لازم تعيد النظر. ابتسام تستحق الحب والاهتمام أكثر من أي حد ثاني. إلهام. الله عشا ما شرشوش صيفتي يا الشوارع زحمه، مريت المطعم وحبيت اجيب لك الاكل اللي تحبه.
جزاك الله خير وارحم الله والديك ويجعله بثواب والديك والده والديك ان شاء الله يا رب. والديك جزاك الله انا ميت يوع جزاك يا ولا انا كلش هاي انا حتى عيوق ما ترايك تصل. يلا سم سم الله عدوك. يلا خذ خبز وكل اللي تبي. ماكو شوكه؟ لا ماكو مو لازم. يلا يلا كل اللي تبي. خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ها شنو هذا؟ انت سويتي كذي جانو؟ انت رابطه مشاري؟ بابا لا تكوب، هذا هابل طويل، انا قال لي الا بس ما يروح حمام. هذا بيتك هناك، بابا مال ماما مال انت ربطيه كذي، مو ولدي انا تربطينه. ويعه يبا ما يصير كذي، قاعد يصير بالبيت غلط بغلط، انت لازم ترجع لنا امنا. سكتي انت بعد يلا، باحلامك ارد امك. قوم ابي قوم 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 بعد شلون تخليها خليها تربطك ها هذا لا بقى فيهم كل مكان هلا بدريه انا اسف الازعاج بس في موضوع لازم اكلمك فيه بدريه ايه تفضل اتمنى انه يكون وجها لوجه لان الموضوع وايد حساس وما يتحمل تفضل اصلا واضح من صوتك انه فيك شيء على التلفون ما يصير لازم اشوفك لازم اشرح لك كل شيء فهمتيني؟ أنت وينك؟ أنت من صدقك أنت تحت؟ ما أدري من وين أبتدي بس بحاول ألقى الكلمة المناسبة اللي إني أبتدي فيها حكي. تفضل. شاهين. إيش فيك؟ بدي 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 خلاص قاعد شنو تبي تعرف خالد؟ في الوزارة يتكلمون يسولفون عني. سالفة طلاقك وأن شاهين كان السبب الحين مو وصلت لك الأخبار؟ شنو تبي تعرف؟ أبي أعرف أن الصج ولا كذب؟ صج السالفة فيها خيانة يعني؟ إي أنا خنت رايلي بس بالواتساب بس ممكن أفهم أكثر؟ أنا أقول لك خالد أنا وزوجي عشنا مع بعض سنين عشنا مع بعض الحلوة والمرة جبنا عيال وتهت بدائرة الروتين طلبات هذا طلبات ذاك من غير حتى تقدير صارت حياتنا ملل بعد ما تعودت على هالملل هذا طلع بحياتي شاهين رسالة واتساب قلب حياتي كلها صرت أحبها لحاسيس أدمنتها رسالة ورا رسالة مع أني أنا ما شفتها أساساً ولا أعرفها
عقب ما استوعبت الغلط اللي أنا فيه حبيت أوقف هالعلاقة. طاح علي فواز، اكتشف الرسائل اللي بيني وبينه، حتى أنه ما سامحني وأصر على طلاقي وحرمني من عيالي. هذه السالفة كلها. شاهين اختفى من بعد هالموقف، اختفى ولا لا أي أثر. زين وريلك قصدي طليقك قطني على طول، ما سمعني، مع اني ترجيته وتوسلت فيه وقلت له خلني خدامه حقك وحق عيالك، بس ما رضى يسامحني. تحبينه؟ اللي بيني وبين فواز عشرة عمر، حياتنا صارت مملة، أنا ألزم ما علي عيالي. شفت هالعشرة هذه كلها؟ ما ذكر لي شيء واحد يشفع لي بس عشان هالغلطة، ما رضى يسامحني. شاهين؟ أي شاهين؟ تتوقع أن شنو مشاعري بالنسبة له عقب ما دمر حياتي؟ أنا كل يوم ألوم نفسي وأقول يا ريتني ما رديت على هالواتساب.